لا مش بس بس, بس عبد الغني هندي من المعتصمين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حقيقي يعني لما حضرتك سالتني بتقول لي ايه الرساله اللي احنا ممكن نوجهها لاهالينا اللي موجودين في البيوت, انا بعتقد ان احنا رسالتنا يعني في اسباب خلت الرساله اللي توصل لاهالينا في البيوت مش رساله واضحه. من اهم هذه الاسباب ان لازم اهالينا تعرف ان الناس اللي بتقود البلد دلوقتي مش هي الناس اللي قامت بالثوره. ده السبب الاولاني. السبب الثاني ان الناس اللي قاعده في الميدان النهارده, انا برجو من كل واحد في بيته بينزل الشارع قبل 25 يناير ضابط الشرطه بيبص له وهو بيبص لضابط الشرطه زي قبل 25 يناير, هو شايف ان ضابط الشرطه ما بقاش دلوقتي بيحترمه, وبدل ما المواطن كان هو اللي بيخاف من ضابط الشرطه دلوقتي ضابط الشرطه اللي بقى يخاف من المواطن العادي. ومع ذلك نحن نسعى الى ان نكون دوله قائمه على القانون, على احترام الانسان لهذا القانون واحترام الانسان للاخر, ولا تفرق بين كبير ولا صغير ولا صاحب دين ولا صاحب عرق ولا اي حاجه. اوجه رساله ايضا الى اهالينا الموجودين في البيوت, اقول لهم والجالسين امام الانترنت, اقول لهم ان الناس الذي نزلت في التي نزلت في ميدان التحرير لم ينزلوا لانفسهم. عندما رفعنا رايه ان يكون هناك محاكمات علنيه لم تكن لانفسنا. عندما رفعنا رايه انه لا توجد محاكمات عسكريه لم تكن لانفسنا. عندما رفعنا رايه ان يكون هناك ضبط للاسعار الموجوده في السوق لم تكن في انفسنا. الاسعار هم يتهمون التحرير ويتهموننا باننا السبب في ارتفاع الاسعار, وانا اقول للجميع اسألوا الله سبحانه وتعالى قبل أن تسألوا أنفسكم, لأنني أشبه موقف الثورة بموقف رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. عندما رجع صلى الله عليه وسلم منها قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر, جهاد النفس. وأنا أعترف وأقول نحن إلى الآن لم نجاهد أنفسنا, لم نقف أمام أنفسنا, ولم نعترف بفضل الله سبحانه وتعالى علينا من هذه الثورة. لماذا؟ لأن من خرجوا وتشدقوا وتكلموا باسم الثورة حقيقة هم لم يمثلوها, هم يريدون مكاسب سياسية رخيصة لا تعبر عن المصريين. وأقول لهم إن مصر أكبر من الجميع ومصر تكفي الجميع. مصر دولة ربنا سبحانه وتعالى اختار لها موقعا من أفضل المواقع, اختار لها قلبا من أفضل القلوب وأطهر القلوب وأنقاها قلب الإنسان المصري. اختار أن هذه الدولة مع احترامي لرأي الدكتور مع كل ما يمارس عليها من ضغط هي ظلت لفترة أكثر من 1350 سنة هي التي تدافع عن الإسلام. السعودية التي نزل الإسلام فيها على رسول الله ليست هي التي تدافع عن الإسلام منذ نزوله, ولكن الدولة التي تدافع عن الإسلام منذ نزوله إلى الآن هي دولة مصر. لذلك نحن متأكدون بأن هذه البلد ستكون بخير. وأقول لكل من يدبرون ولكل من يمكرون ولكل من يفكرون بأن بمكرهم هذا سيصلون إلى مكاسب, أقول لهم تذكروا جيدا بأن الله سبحانه وتعالى في النهاية سيكون مع المخلصين. ربنا سبحانه وتعالى قال في حديثه القدسي وبعزتي وجلالي لأدبرن الأمر لمن لا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحيل, ونحن من لا حيلة لهم, ونتأكد بأن الله سبحانه وتعالى سيدبر لنا أمرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.